حسن بوعيدة المنسق الوطني للكونفدرالية المغربية لتجار السمك. اليوم كتقوم الكونفدرالية المغربية تجار السمك ممثلة بخمسة أعضاء من الكونفدرالية وكذلك الجمعية ديال الوحدة ديال تجار السمك بواحد بجهة داخل وادي الذهب، واحد الزيارة للمعبر الحدودي صراحة لكي نعبر للبهجة ديالنا والدعم ديالنا لهذه الخطوة اللي قام بها الجيش المغربي الأبي، ونحن صراحة من ورائه جنود مجندين. صراحة التدخل كان تدخل سلمي، تدخل وحضاري دون ان تراق قطرة دم واحدة، وهذا الشيء اللي زاد فرحنا، وهذا الحمد لله كاين واحد الاجماع ديال جميع الهيئات المغربية وجميع الشعب المغربي، اجماع على التدخل ديال الجيش المغربي لافرح جميع المغاربة قاطبة. كذلك كاين واحد الاجماع دولي على هذا التدخل، الى شبه اجماع دولي، لما قلناش اجماع دولي ان صح التعبير هذا، على التدخل اللي قام به الجيش المغربي، خصوصا انه كان تدخلا سلميا دون ان تراق قطرة دم واحدة. ومن هذا المنبر نقول ان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. كذلك ندعو جميع الاخوان ديالنا الصحراويين اللي هما خارج المغرب ان يعودوا للوطن الام، لان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا، يجمعنا الدين الواحد وتجمعنا الوطن الواحد وتجمعنا اللغه الواحده، فلنعيش جميعا في سلم وسلام تحت قياده واحده وتحت رايه واحده تحت دين واحد، ولنحل اختلافاتنا ومشاكلنا بيننا دون ان تدخل بعض الجهات الاخرى الاغيار التي تكيد للمغربي المكائد بالليل والنهار. فصراحة مرة أخرى ندعو الإخوان ديالنا لحقن الدماء، وندعوهم للرجوع إلى وطنهم الأم، وأن الوطن يفتح لهم الصدر ديالو والأبواب الباب ديالو بمصراعيه. والحمد لله هالتنوع اللي كاين في المغرب وكاين في جميع الدول ديال شمال إفريقيا، أمازيغ وريافة وشلوح وصحراء وناس عرب، إذا هنا صراحة التنوع لا بد منه، ولكن هذا لا يعني أن هو التنوع يكون سبب في القطيعة، بل بالعكس يكون هو تنوع يزيد يقوينا ونزيدوا لقدام ونهضوا بهذه البلاد ديالنا وننموها وننهضوا بجميع القطاعات. فكذلك من الحسنات ديال الفتح ديال المعبر انه اللي نبغوا نشيروا، خصوصا حنا بما اننا تجار سمك، ان التجاره ديالتنا كانت عرفت واحد الكساد وعرفت واحد الضرر اللي هو كبير، وبعض التجار اللي كانوا قرروا يعلنوا الافلاس ديالهم، ان لم اقول انهم اعلنوا افلاسهم بسبب هذا التحرك الغير مسؤول والغير مقبول من طرف بعض العناصر المغرر بهم وبعض العناصر ديال البوليزاريو واللي غلقوا هذا المعبر هذا. فاليوم الحمد لله التجاره رجعت للدوره ديال التجاره، رجعت دوره عاديه الحمد لله. المعبر ها هو كما تلاحظون انه المعبر هو امن، الشاحنات تدخل وتخرج في سلم وسلام وامن وامان، وهذا الحمد لله كله راجع بفضل ديال الله سبحانه وتعالى اولا، وكذلك بفضل الجيش المغربي والقياده الحكيمه ديال صاحب الجلاله نصره الله. وهي مناسبه لنؤكد للجميع اننا مجندون مسترخصون ارواحنا في سبيل الوطن. ثانيا